دعت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون موسكو إلى التعاون بشكل أوثق مع حلف الأطلسي، مؤكدة أن الحلف لا يمثل تهديدا لروسيا بل يتقاسم معها عددا من أهداف الدفاع المشترك. ورغم تأكيدها على أن المقترحات الروسية لوضع معاهدة جديدة بين الحلف الأطلسي وروسيا تشكل أفكارا بناءة، إلا أن كلينتون شددت على رفض واشنطن لوضع أي معاهدات جديدة بين الجانبين. تأتي تصريحات كلينتون بعد أيام قليلة من كشف الكرملين عن عقيدة عسكرية جديدة تضع الحلف الأطلسي على رأس التهديدات التي تواجه أمن روسيا. NATO and Russia should have a regular exchange of information on